تحت رعاية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، أقيم حفل تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام 2023-2027 بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وتمثل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي العزيمة ورعايتهم. مبادرات متخصصة وشاملة تم تدشينها اليوم ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، تطمح إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج، يتمكن فيه المواطنون من ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ. الخطة تمثل خطوة نحو تحقيق المزيد من مكتسبات للأشخاص ذوي العزيمة، وتعكس منظومة المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها كافة الجهات المعنية سواء كانت مؤسسات حكومية وأهلية أو خاصة. وهي خلال المرحلة السابقة تم تكريس جميع الجهود لتطوير وصياغة آلية الرصد والمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الخطة التنفيذية تجسد أهم صور الشراكة المجتمعية والتعاون بين القطاعات المختلفة بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الخطة والتي تخدم بالدرجة الأولى ذوي العزيمة. وطبعاً الاستراتيجية تتكون من 7 محاور أساسية، منها التشريع والتعليم والصحة، وهاي المحاور الأساسية، وطبعا دمجهم في المجتمع وإلى آخره من المحاور الأساسية اللي نحتاجها في المجتمع. أثرها على المجتمع طبعا بالتعاون مع الوزارات المسؤولة عن الأمور الأخرى مثل التعليم والصحة والرعاية، ونفس الشيء حتى تمكينهم في المجتمع وتوفير لهم سبل الراحة. مملكة البحرين تتميز بتجربة رائدة في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة، ويتضح ذلك من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية والتي انطلقت وفقا لرؤية حكومة مملكة البحرين للعمل على بناء مجتمع بحريني قائم على التماسك والشراكة بما يحقق لمملكة البحرين موقعا إقليميا وعالميا مميزا في هذا المجال. يأتي تدشين هذه الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية ليكون لها دور فاعل في عملية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وفق أسس سليمة ودقيقة على نحو يساهم في تسيير حياتهم وإفساح المجال أمامهم، ليكون لهم مشاركة واضحة في عملية البناء والتنمية الشاملة في المجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.